بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نحكي في واحد من ضمن الإيفنتس الجميلة جدا. الإيفنت ده اسمه onblur. دايت يحصل هو ان يوزر ليفز ان انبوت فيلد. لما اليوزر يجي يكون موجود في انبوت فيلد من نوع معين انبوت فيلد ويعمل له ليف اليوزر يسيبه تاب او يروح يلوز الفوكس بتاعه بالايفنت ده بيشتغل. تمام. فاحنا عاملين زي انبوت فيلد الانبوت دات من نوع تكست وايه او مستخدمين الايفنت اون بلر علشان يشغل الماي فانكشن. الماي فانكشن دي كل اللي هتعمله اني لما الكنترول يلوز او الفوكس يلوز من او لما يحصل الاون بلر على الاوبجكت ده اللي يحصل هنشغل الميثود اللي هي ايه تو اوفر كيس هنخلي الحروف كلها كابيتال لوك. تمام. طيب فالفانكشن ديت احنا محتاجين فيها الاول ان احنا نعرف فار اكس واكس ده هنديله ايه قيمه النص اللي هو بيحطه اليوزر. تمام. والنص اللي هيحطه اليوزر هيحطه فين في الاف نيم اللي هو الاي دي. تمام. فهنقول بقى ايه دوكيمنت get element by id هنيجي ناخد ال id اللي اسمه fname ده بكوبي عايز منه ايه كب ماشي اوكي كفايه كده. بعدين هبتدي ايه ربما اكون استخدم امر غريب شويه ما استخدمتهوش قبل كده او ما استخدمناهوش في الامثله قبل كده بس ده الغرض من الموضوع انك تحاول تجيب القصه من اكتر من زاويه. فهقول انا ايه اكس دوت فاليو يعني ايه انا عايز انادي على قيمه اكس اللي هي دلوقتي انا مش عامل انا عايز اعمل كنترول في قيمه الاكس. تمام. وانا معايا الفاريبل اللي اسمه اكس. الاكس ده هو واخد القيمه اللي هيحطها المستخدم في الاف ان اللي هي في الانبوت نوع تكست. فالقيمه ديت موجوده معايا دايما في الفاريبل اللي اسمه اكس. فانا عايز اغير قيمه ها منطقي الكلام عايز اغير القيمه ديت علشان تكون كلها ابر كيس. فهقول اكس دوت فاليو قيمه فاليو بيساوي اكس دوت فاليو هي نفسها دوت بس هضيف لها ايه هضيف لها الفانكشن او هضيف لها الميثود اللي اسمها تو ابر كيس و يا رب اكون كتبت تو ابر كيس صح عشان مش متذكرها جامد يعني. تمام. لو انا عملت كنترول اس كده ورحت لل خلينا لو كتبنا مثلا اي ال اي ورحت عامل تاب اهو انا عملت تاب يعني طلعت عملت لوز للفوكس. تمام. فلقيت ان الكلمه كلها بقت كابيتال لوك. ده اللي بيحصل لما ايه لما نستخدم الاون بلر ايفنت. لما ايه الاون بلر ده قصته ان يوزر ليفز ان انبوت فيلد يسيب انبوت فيلد يطبق ده انسب وقت تقدر فيه تستخدم الاون بلر ايفنت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.